لحظة غادي نمشيو لأول فقرة في البرنامج اللي هي خاصة بجمال وأناقة ومعنا مباشر على خط البرنامج الأستاذ المدرب الرياضي عبد اللطيف الأزهري. صباح النور أستاذ. صباح الخير وصباح الخير لكل المستمعين كل الطاقم. صباحك رياضي دائما. دائما صباح رياضي بالابتسامة عليك للسوقي. ضروري والبارح ركزتي على هذه المسألة هذه، تكلمنا البارح على ستريتشينغ كرياضة أولية ممكن يقوم بها يعني الشخص اللي غيمارس الرياضة بعد مدة ديال القطعة معها أو للناس اللي أول مرة غيمارسوا الرياضة ضروري أنهم يبدأوا بستريتشينغ، وقلتي أنهم فاش يمشيوا عند ناس اللي هم مختصين، وركزتي على الابتسامة لأن بصح ملي تيكون معك شي مدرب ولا شي مدربة كتبتسم وكتضحك وكتنشط معك في الحركة وهذا انت كتولي كتشتغل بلا تعب وبدون ملل اكثر من الجهد ديالك. نعم غادي نحاولوا نزيدوا نوضحوا بزاف للناس هذه المساله ديال الستريتشينغ اللي بزاف الناس مازال ما عارفينهاش وما عارفينش القيمه ديالها. خص الناس يعرفوا بان الستريتشينغ اللي هو معروف بالانجليزيه واني باللغه الدارجه ديالنا اللي هو الجباد، الانسان تيتجبد يعني الذات ديالنا محتاجه للجباد. واش عمر شي واحد فكر وقال شاف شي قطيطة كتجبد وقال علاش هاد القطيطة هذه كتجبد؟ ماشي واحد فكر هاد التفكير هذا. إذا كانت القطة كتجبد ما كتلاحظوش بأن الليونة ديال العضلات ديالها والليونة ديال الجسد ديالها دائما ما كتحتاج حتى لشي مشكل، ما تيكونش عندها مشكل. أول حاجة ما عمرك ما تشوف شي قطيطة ظهرها كيضرها ولا ما قداش تنقز ولا ما يمكنش، ما عدا حالة واحدة إذا ضربها شي واحد فقط بحجرة ولا شي حاجة أو لا كانت كسولة. كاين واحد القطوط اللي كاينين في الاماكن ديال الشوا وهذا كتلقاهم غلاضين وعرفتي وهي جالسه غير غادي تمشى غير بالزز يعني نموذج ديال نعم ديال الخمول. ولكن كنحاولوا حنا نهضروا باش نوصلوا للناس بان اذا كان التمدد يعني كان الانسان مزيان وهذه الحركات اللي هي مهمه لواحد الدرجه ما كتخليش حتى الانسان اللي عنده مشاكل في العضلات ديالو اللي كتكون هشه ومرتخيه كتكون مرخيه بزاف بنادم ما فهمش كيكون معصب بلا قياس وما كيعرفش مناش كيشوف بان داك التعصب الخاوي اللي كيجيب على مشكل خفيف ولا شي حاجه كيتعصب وكيدير راسو وكيخلي العضلات ديالو تتعب فتره طويله وما كيعرفش مناش كيولي يعطيها الدويات كيولي يعطيها بزاف ديال الحوايج وهو راه الدواء عنده هو الرياضه. واحد القضيه اخرى مجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يديروا الرياضه ما يمكنهمش يمشيو يتقيدوا في اليسار، الامكانيات الماديه ما كتكونش عندهم وما تيقدروش. غادي نحاولوا نهضروا عليهم حتى هما وبخصوص واحد الناس اللي هما كل شيء اللي هي المراه، هما العيالات اللي تيكونوا في الكوزينه. فالمراه ملي كتدخل الكوزينه مسكينه النهار كامل كتنسى نفسها، كتولي حاضر الفطور الغداء العشاء كتقرط خصنا الدراري الراجل غادي يجي من الخدمه خصني ندير له خصني نفعل له وكتنسى حقها من الجسد ديالها في الجسد ديالها اللي خصها هي تقوم بحركات مهمه باش تبقى ديما صحيحه ديما تبقى العضلات ديالها بخير وظهرها ما يضرهاش كتقي الوقفه ركبيها كيضروها. نعم الحركات ديال الجباد اللي هي مهمه ديال الستريتشينغ مهمه لها، يمكن لها دير حركات في وسط المطبخ بلا ما تحس، يمكن لها دير حركات وهي واقفه، يمكن لها دير حركات ماشي ضروري خصني نمشي للنادي ولا ضروري خصني ندير لاصال ولا ضروري، كاين حركات اللي هي سهله وكتفيدها في صحتها وبزاف ديال الحوايج. واحد القضيه اخرى اللي هي خص الناس يعرفوها، الناس اللي هاد الحركات ديال التمدد اللي هي كتجي يعني كتجيب بشويه يعني ما خصوش يجي ويديرها بطريقه عنيفه، خصو يمشي معها بواحد الطريقه باش تفيدوا من ناحيه الجسديه قلنا، ومن ناحيه واحد القضيه اللي مهمه سيرتو عند المراه هي الوجه ديالها والجلده ديالها والبشره ديالها والسخات ديالها وما نساوش حتى جبهتها. شحال ما دارت الرياضه وخلات الوجه ديالها باشوش ومفتوح ومجبد شحال ما كيجيوهاش دوك لي غاد اللي تيكونوا عندها في الجبهه ديالها تيكونوا عندها في العنق ديالها تيكونوا عندها يعني بزاف ديال الحوايج اللي الناس ما كيعرفوهاش بان الفائده ديال هذه الرياضه مفيده كتخلي الدم دائما يكون بغزارة في العضلات ديالها وما عمرها تحس براسها شرفات، ما عمرها تحس براسها ظهرها كيضرها، ما عمرها تقول لي بغيت نمشي للطبيب، ما عمرها شحال من حاجه بطبيعه الحال تنقولوا حتى الاطباء. وكنتمنى الصراحه السيدات يديروا نفس الناس اللي ما كيديروش الرياضه وحتى الرجال كذلك اللي كيكونوا معكزين على الرياضه. الرياضه هذه الرياضه مهمه للصالح العام. نعم لكن الانسان دائما صحته مزيانه ودائما صحته مرتاحه
راه فتح حياته وخدمته غادي يكون ناشط. يعني ما يكونش دابا غير حد في المناطق الاسيويه ضروري قبل ما يدخلوا للعمل ديالهم كيديروا حصص تدريبيه ديال التايتشي اللي هي فيها الجبال. نعم احنا من بعد ان شاء الله نحاولوا نتكلموا على هاد الانواع كاملين ديال الرياضه باش نقربوا الناس، لان بعض المرات كتمشي كتاخذ البروغرام كتلقى الطايشي كتلقى هاد ستريتشين كتلقى مجموعه من الانواع الاخرى ما اللي ما كنكونوش كنعرفوها معاك، يعني غنتعرفوا عليها وكل نوع على حده. شكرا لك استاذ عبد اللطيف الازاري، وغدا نبغيوك تجيب لنا شي حركات بالنسبه للسيدات اللي ممكن اليوم شي يخرجوا اللي عندهم جلسوا غير في البيت باش يستافدوا منها. شكرا لك استاذ عبد اللطيف الازاري مدرب.